وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بعد التحية أستاذ محمد، جهود حثيثة تقوم بها مصر من أجل وصول المساعدات إلى غزة وسكانها، وأيضا التحالف يقوم بشكل كبير نحو إدخال هذه المساعدات. كيفية إدخال المساعدات وأهميتها وقيمة هذه المساعدات في هذا الوقت تحديدا إلى قطاع غزة؟ في البدايه فندم خلينا نرحب بالساده المشاهدين. يمكن احنا منذ اللحظات الاولى وطبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت قوافل التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي محمله بالاف الاطنان من المواد الغذائيه والمواد الطبيه لاشقائنا واخواتنا في فلسطين. ويمكن زي ما تابعنا خلال الفتره اللي فاتت دي كانت طبعا معبر رفح مغلق، فما كان في صعوبه في توصيل المساعدات. ومن وقتها ما بدانا عبور الناقلات المواد الغذائيه والمواد الطبيه، وبدات الجمعيات والمؤسسات الاهليه في الاعداد للقافله اخرى وعدد كبير من وكميات كبيره من السلع الغذائيه والمستلزمات الطبيه وكل ما يحتاجه اهالينا في فلسطين. نعم أستاذ محمد، نتحدث الآن عن حجم وعدد الشاحنات التي كانت محملة بالمساعدات وما زالت محملة بالمساعدات لقطاع غزة من قبل التحالف الوطني للعمل الأهلي. خليني اقول لحضرتك ان في اكثر من 109 حافله محمله بالمواد الغذائيه وبالمساعدات الطبيه وايضا بالملابس والبطاطين وبعض ما يحتاجه اهالينا في غزه، بالاضافه ان احنا بنعد كمان سيارات اخرى، ناقلات اخرى محمله ايضا بمزيد من المستلزمات. طبعا الحاله اللي عليها غزه وتدهور البنيه التحتيه بالاضافه كمان الى تدهور المنظومه الصحيه كلها بتخلينا ان احنا بنبذل قصارى جهدنا ان احنا نساعد اهالينا في فلسطين. اخيرا استاذ محمد، ما هي عدد الشاحنات التي من المتوقع ان تدخل الى قطاع غزه من التحالف الوطني في الايام المقبله؟ هو عدد السيارات كلها، عدد الحافلات كلها 109 حافله، دول اللي موجودين امام معبر رفح. ويمكن احنا وصلنا دلوقتي ل 65 حافله تم مرورها، وفي مزيد من السيارات عددها كمان اضافه. كمان يمكن احنا عارفين ان فلسطين بقالها، غزه بقالها كذا يوم ما فيش فيها ميه خالص، فاحنا كمان بنحاول ان احنا نجيب كراتين ميه، الاف من الزجاجات المياه، عشان خاطر الناس محتاجه ان هي تعيش، والناس محتاجه انها تشرب. مش ذنب الاطفال ولا ذنب السيدات ولا الشيوخ ان هم يعيشوا آلات الحرب دي كلها. اكيد. شكرا جزيلا استاذ محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، على هذه المداخله.